السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال من أحد الأخوة على القناة: إزاي أركب الريلي أو مجموعة الكمبروسر الدانفوس؟ ريلي الكمبروسر الدانفوس معروف إنه هو على شكل العروسة، الشكل ده كده، وما بيكونش فيه أوفرلود خارجي، الأوفرلود اللي فيه داخلي. كان زمان في بعض الأجهزة بينزل فيها أوفرلود خارجي زي كده، لكن النوع ده يعتبر بطل تقريبا، كان كهرباء 110. في حاجة لازم انتبه ليها قبل ما اركب اي ريلي لاي كومبرسور خاص الدنفس، لازم التزم بالملف ده. الملف ده ما ينفعش ان انا اركب ريلي اكبر من الكمبرسور، يعني يكون له كومبرسور ليه رقم في الريليهات، ما ينفعش ان انا اغير ما بينهم. ليه؟ لان الكهرباء بتخش من فين معاك؟ لو خدت بالك ان الكهرباء بتدخل معاك من هنا وبتمر عبر الملف ده كله وبتطلع هنا وبتخش على ملف الرننج، ده اللي بيعمل مجال مغناطيسي. يعني الكهرباء لما بتمر هنا على الملف ده بيحصل مجال مغناطيسي جوه، في جوه قلب متحرك. المجال المغناطيسي ده هو اللي بيحرك القلب ده ويخرج ملف التقويم. فلو كان السلك ده تخين عن اللازم بتاع الكمبرسور اكبر وانت ركبت الكمبرسور اصغر، فمش هيحصل مجال مغناطيسي لان السلك نفسه بيكون تخين. فايه اللي هيحصل؟ ان ملف التقويم مش هيخرج، لان الحركه دي مش هتحصل، اللي هي الجذب الداخلي ده مش هيحصل. فما ينفعش ولو العكس برضه هيحصل مشكله. فلازم يكون داخل وخارج في نفس الوقت، ما ينفعش ان انا اغير الريلي ده من كومبرسور للتاني، لازم اختار نفس المقاس لنفس الكومبرسور. طيب الاطراف بتركب ازاي؟ بطريقه سهله وبسيطه جدا. هنا طبعا معاك طرفين ملف الكاباستور، وعلى فكره برضو من غير كاباستور الكومبرسور ما يشتغلش ابدا، حتى ما ينفعش تعمل قفله، يعني من غير الكاباستور الكومبرسور ده ما ينفعش يشتغل. لو انت عايز تجرب الكومبرسور كده تجربه عاديه وما عندكش كاباستور مثلا، ممكن تستخدم الريلي اللي هو اللي زي كده. طبعا بتركبه مقلوب زي كده، النقطتين دول يكون هنا كده، وبتركب الكهرباء بتاعتك في الطرف اليسار، عادي جدا يشتغل معاك عادي وينطق معاك الكمبروسر ويشتغل في وقت، يعني مفيش مشكلة. طيب ازاي نركب؟ طبعا ما ينفعش تستخدمه على طول، بس تجرب بيه. يعني ازاي اركب الاطراف بتاعتي؟ بص، هنا بيكون عندك الاطراف مكتوب عليها 10 و11 و12 و13 و14، مكتوب على الارقام دي. وممكن تحفظ الشكل، مش لازم تحفظ الارقام، ممكن تحفظ شكل الريلي. هتيجي طرفين الكباستور زي كده وتختار الطرف ده اللي هو على اليمين اللي هو بيكون 11 و13، تمام اهو 11 و13، كويس كده. الطرفين دول بيخش عليهم الكهرباء 220 اللي هو الطرف ده كده والطرف ده، كويس كده. السلك ده اللي هيخش له الكهرباء بس، وبتركب الريلي على الكمبرسر بالشكل ده. دي طريقة التوصيل بطريقة سهلة وبسيطة جدا، واضح التوصيل. يلا شكرا لكم، السلام عليكم.